اليوم على التكريم ديالك وشنو كيمثل لك التكريم في موروكو ميوزيك وورد؟ التكريم اللي غادي يديروا لي اليوم هو بالنسبه لي واحد الشيء مهم بزاف في المسيره الفنيه ديالي. شرف كبير لي انني نتكرم في تيليفينمون، وهذا تيعني ان الحمد لله لي ريغيرش اللي تندير في الموسيقى التقليديه المغربيه سي دي ريغيرش اللي سيتادير الخدمه اللي تنخدم على الموسيقى التقليديه هي واحد الحاجه اللي الى يو دو سوكسي، وهذا شيء تيشرفني. سافي دير كو البوبليك تيعجبو الموسيقى اللي تندير. اليوم تكريم ديالك لان ما كاينش فئه، كنشوفوا بان ما كاينش فئه المتبرية في الموسيقى الكلاسيكيه، واش كتشوفي بان الفنانين ولا الشباب التوجه ديالهم قلال في هاد النسق الموسيقي؟ هو ما نقدروش نقولوا ما كاينينش، هما كاينين، ولكن يمكن ميدياتيكمون ما باينينش بزاف، ولكن هما كاينين. يلسوفي انكم ديروا ان بتي تور في لي كونسيرفاتوار ديال المغرب، تتلقاو بزاف ديال الشباب اللي كيتعلموا الموسيقى التقليديه المغربيه. مثلا في فاس تتلقى بزاف ديال الشباب اللي تيتوجهوا للموسيقى الاندلسيه، في مكناس بزاف اللي كيتوجهوا للملحون، في وجده بزاف اللي كيتوجهوا للغرناطي. فهنا كنشوفوا ان فريمون سي اون ميوزيك اللي عندها كوميم واحد اللي تتجر كوميم الفئه الشبابيه، غير هي يمكن ميدياتيكمون ما واخداش حقها. نبيله معن فين كترتاح اكثر؟ بيان سور اغانيك الخاصه غتكون يعني كتميلي لها اكثر، ولكن فين كترتاح اكثر ملي كتكون سوغ سان؟ شنو في الاداء ديالها؟ سوغ سان تنميل اكثر يمكن للغرناطي، بوتيتر تنظن الغرناطي والملحون يمكن تنميل لهم اكثر. الحقيقه الانماط الموسيقيه المغربيه كلهم تعجبوني، ما نقدر زعما كلهم تنرتاح فيهم، كلهم فيهم كلمات رائعه، الحان جميله جدا، وكل نمط موسيقي كيتغنى بون تكنيك ديفيرونت. دونك هذا الشيء كله ما تيمكن له غير يغني الفنان. نستغلوا الفرصه نسولك على الجديد ديالك. الجديد ديالي هو دلال الاندلس، اللي هو جوستومون غراس لهذا الالبوم يمكن باش تنتكرم اليوم في الموسيقى التقليديه، لانه سي ان البوم دون لوكال جو ريفيزيت لو ريبيرتوار تراديسيونيل ماروكان، واللي اختاريت منه ثلاثه ديال الانماط الموسيقيه، طرب الغرناطي، طرب الاندلسي والملحون، بواحد لاتوش اون توش بيرسونيل، اون توش دو جاز مودرن، باش نحاول انني نوصل الموسيقى المغربيه العالميه.